في أول تصريحات المدافع التاريخي المدافع الأسباني سيرجيو راموس بعد تتويج باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي. هنعرف اللي قاله راموس من تصريحات عظيمة رائعة تاريخية أسطورية عن أشرف حكيمي. وماذا قال راموس عن مؤامرة الخبيث ميسي ضد المغربية حكيمي؟ ولكن في البدايات لايك للفيديو، اشتراك في القناة، فعل زر الجرس علشان الإشعارات تصلك تماما تماما تماما، وتابع معانا الحلقة إلى نهايتها. أكد سيرجيو راموس المدافع التاريخي وواحد من أفضل 3 مدافعين على مستوى العالم بلا أي شك وبلا أي نقاش، أكد راموس أن أشرف حكيمي كان أفضل لاعبي باريس سان جيرمان خلال هذا الموسم، وأكد راموس أن أشرف حكيمي لديه الفضل الأول، لديه الفضل الأول بإبداعاته وقدراته ومهاراته وأهدافه وأسيستاته في تتويج باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي. وأكد سيرجيو راموس بأن أشرف حكيمي يعتبر من أقرب إن لم يكن أقرب صديق له مع أيضا كيليان امبابي وماركو فراتي داخل العملاق الفرنسي. وفي نهاية كلامه الرائع والعظيم عن حكيمي، أكد سيرجيو راموس أن ليونيل ميسي أراد تدمير أشرف حكيمي كرويا ونفسيا بسبب ما يفعله معه طيلة مباريات باريس سان جيرمان هذا الموسم الذي أصبح أمرا واضحا للجميع. ميسي يريد تدمير حكيمي، ولكن حكيمي هو البابا يا ميسي. سيرجيو راموس يعلنها يا سادة.